نهاركم سعيد مشاهدينا. ليوم الخميس 6 تشرين الأول 2016، انتهت جولة الرئيس الحريري الجولة الأولى من المشاورات التي أجراها مع القيادات السياسية، وهؤلاء ينتظرون الجولة الثانية إذا ما حصلت. وبانتظار هذه الجولة وموعد الجلسة 46 لانتخاب الرئيس الجمهورية، بدأ اختبار القوة لا سيما بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشيل عون، الأول في الدفع إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء وأحراج العماد عون من خلال التئامها بغياب المكونات المسيحية الأساسية، الثاني من خلال الإصرار على عقد جلسة تشريعية مع انطلاق العقد العادي وما قد يرافق ذلك، وما بين الاثنين ما هو مصير 13 تشرين موعد التحرك البرتقالي؟ بماذا يريد الرئيس بري أن يحرج العماد عون؟ هل يريد أن ينفس بين مزدوجين حركة العماد ميشيل عون في الشارع قبل موعد الجلسة 46 ونصل إلى الجلسة 46 وتكون السلة فاضية، طالما عم نحكي بزمن السلات؟ ماذا يجري بين بكركي وعين التيني؟ الأمس يعني المواقف المتبادلة حول نداء بكركي لا تنبئ بإيجابية ما أعلن من خلال الرسائل المضمرة ومن خلال الرسائل غير المعلنة بين الصرح وبين الرئاسة الثانية. كل هذه المواضيع ولا سيما العلاقة بين بكركي وعين التيني والعلاقة بين الرابي وعين التيني نبحثها مع صديق الثلاثي دولة الرئيس إني الفرزة. أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك دولة الرئيس. ولكن بالبداية خلينا نشوف حال الطرقات، لأنه في عجقة سير خاصة بعد تحرك يعني سائقي النقل. طريق جوني باتجاه بيروت السير مسكر، بعد باتجاه الشمال السير مفتوح. طريق دورة باتجاه بيروت لأن كان التحرك هو من الدورة للكارانتينا قطع الطريق، السير مسكر، ولكن كمان في عجقة سير باتجاه الشمال. نروح على شارل حلو يحيى، منشوف تحرك الباصات على كل حال مبينة مسيرتهم بتحركهم، يلي هيدا رح يخلي يعني نهار اليوم اللبنانيين على الساحل وبيروت مخنوق. نرجع نكمل أكتر لوين بدنا نروح هلأ، على ساحة ساسين. الوضع هادئ على ساحة ساسين، من بعد ساحة ساسين شارع الحمراء الحركة عادية تقريبا بشارع الحمراء، كورنيش المزرعة في عجقة سير، طريق المطار خلافا لكل الطرقات اليوم عامل استثناء ما في عجقة سير طريق المطار، وهيدي هي حال الطرقات. وقبل ما نفوت به كمان حوارنا يعني عذرا دولة الرئيس، ولكن بدنا نروح دغري عند زميلتنا رنيم بخزام تنشوف شو عم بيصير امام وزارة الداخلية من قطع طريق. نهارك سعيد رنيم، شو الوضع عندك بين قطع طرقات بين عجقة سير والتحرك امام وزارة الداخلية؟ نعم نهارك سعيد ندى لك ولضيفك. يعني تنكفي بموضوع الطرقات، أول شيء الطريق أمام وزارة الداخلية مقطوع بعاملين. الأول هو أنه الدرك اللي عارفين أنه عن هذا التحرك اليوم وضعوا حواجز حديدية على مدخل طريق وزارة الداخلية، وأيضا هناك الفانات اللي رح نشوفها بكاميرا زميل بيير يوسف بعد دقائق، الفانات اللي صفت بوسط الطريق و معترضة على اللي صاير بموضوع الميكانيك. إلى جانب نقيب أصحاب الفانات بلبنان رئيس نقابة أصحاب الفانات نفس الشيء السيد عبد الله حميدة. يعني سيد عبد الله خلينا نرجع نذكر الناس بسبب تحرككم. الحقيقة هذا هو التحرك الخامس في هذا المسار من المسار المطلبي في لبنان. كان عندنا أمل أنه يتجاوب معنا معالي وزير الداخلية بالأمس خلال اجتماعه مع اتحاد النقل البري، للأسف رحلت المطالب إلى مجلس الوزراء في لبنان. ذكرنا بالمطالب. اللي بدي أقول أول شيء هي خطة النقل العام في لبنان يعني الغائبة في أدراج مجلس الوزراء منذ سنوات، ملاحقة السيارات الخصوصية والمزورة العاملة على خطوط النقل. والموضوع الأساس يتعلق بالميكانيك. واليوم هي المعاينة الميكانيكية المهزلة الصفقة التي تزيد على المواطن اللبناني رسوم المعاينة الميكانيكية. اللي بدنا نقوله إذا كانت أموال المعاينة الميكانيكية تذهب إلى خزينة الدولة اللبنانية نحن معها،
أما أن تذهب إلى جيوب السماسرة والشركات لن نقبل بهذا الموضوع نهائيا. اللي بدي أقوله بس انتو كنتوا بالسنين، بس اذا ممكن تسمح لي، بالسنين السابقه كان ما عندكم مشكله انه تكون هيدي المعاينه بيد الشركات الخاصه، اليوم شو تغير؟ هن اللي فتحوا علينا، نحن كان عنا اعتراض عليها للمعاينه، لانه المعاينه يترتب عليها تزفيت الطرقات، تحسين احوال الطرق في لبنان، لكن للاسف كانوا يجبون الضرائب ولا ينفذون شيئا من هذا. اما اليوم انه يلغوا شركه قائمه وفيها كل السيئات ليضعوا شركه اخرى تزيد علينا الرسوم بالمعاينات، ما حنقبل بهذا الموضوع. بس نحن قلنا مطلب واحد، اذا كان لابد من معالجه لهذا الامر فلتعود المعاينه الى الحكومه اللبنانيه لا الى الشركات، ونحن مستعدين ساعتها ندفع لو فرضت علينا ضرائب. نعرف انه هذه الضرائب رايحه لمصلحه الخزينه اللبنانيه ومصلحه المواطن في لبنان. اليوم تحرككم، يعني نحن بنعرف انه مبدئيا عند الساعة 10 اول شيء بدأ بوصول الشاحنات ورجعوا وصلوا الفانات، هلا كيف مكمل تحرك؟ نحن الحقيقة هلا عندنا موعد الاعتصام من الساعة 9 للساعة 10، كل النقابات، كل قطاع النقل البري في لبنان امام وزارة الداخلية، حنسلم معالي وزير الداخلية ورقة مطالب بده يرفعها لمجلس الوزراء، وان شاء الله انه مجلس الوزراء بيتجاوب مع هذه المطالب حتى يكون ما إلنا مواقف لاحقة، قد تكون تصعيدية وتشمل كل لبنان وأغفال الطرق في كل لبنان. هذه المرة لا مسامحة ولا تراخي في موضوع المطالب في لبنان. إذا ندى، يعني هذه هي الأجواء من أمام وزارة الداخلية، أكيد رح نكون معكم بأي شيء جديد. نذكر بأنه عند حوالي الساعة 10 إلى 5 تقريبا بدأت الشاحنات بالوصول إلى أمام وزارة الداخلية، وكانت انطلقت من نقاط التجمع الموضوعة لإلى وصلت الشاحنات ووصلت الفانات، ونحن لا نزال بانتظار شو رح يصير بهذا التحرك. نحن طبعا رح نتابع معك رنيم كل هذه التطورات، يعني للأسف أي تحرك بيخنق بيروت وكل الساحل ومحيط بيروت، وبتحس دولة الرئيس انه هلا بين الصفقات، يعني يمكن لانه ما راحت هالصفقة والمناقصة لهيدا الفريق منحرك الشارع والشارع معتر ومعه خبر شو عم بيصير. ومبارح نداء بكركي شدد على قصة الفساد واستباحة المال العام وما فرقانه معهم بالصفقات والمناقصات والتشبيحات. قضية مركزية في لبنان هي مسألة هذا الفساد، هذا فساد أسقط الدولة وأسقط ثقافة الحكم في الدولة وثقافة الدستور في الدولة وكل أنواع ومعالم الحياة القانونية والدستورية في لبنان. هذا موضوع مركزي ورئيسي بحياتنا، ولكنه يبقى ليك على ضخامته هو الفساد الأصغر. من؟ هو الفساد، هو الفساد الأكبر؟ هذا السؤال. الفساد الأكبر هو فساد الرأي وسقوط نظام القيم في البلد، والاستهانة باستباحة الدستور والقانون والخروج عنه. هل اليوم يستباح الدستور بمجلس الوزراء؟ تنبلش من هون. لا ما خلص، ما بني على باطل فهو باطل. ما هو بس تبلشي بالأساس بقانون انتخابات غير دستوري ولا يتلائم مع الدستور، كله بيلحق بعضه، تنتجي سلطة اشتراعية اللي هي مصدر السلطات وفقا للدستور، أيضا مشوهة ويعتريها كل أنواع التشوهات القانونية والدستورية، فيبنى على الباطل باطل ولا ينبت من العوسجتين، وبالتالي النتيجة بدها تكون هيك مواضيع وهيك خلافات وهيك أراء وهيك سياسة وهيك فساد، في ظل غياب مطلق لمسألة المحاسبة والمساءلة. مين بيتحمل مسؤولية اليوم دولة الرئيس؟ أنا رأيي الشخصي الجميع بيتحملوا مسؤولية دون استثناء، بس إنما الذي يتحمل مسؤولية غياب قانون انتخابات دستوري واستمرار في التمسك بغياب قانون انتخابات دستوري وحقيقي ينتج معارضة وموالاة في البلاد. ليش انوجدت المجالس النيابية في العالم؟ مش لتسحب الصراعات من الشارع تحطيها ضمن الجدران. المجالس النيابية اللي مش مركبة تركيب والمفصلة القوانين على يسار، لا لا لا، بيحوي مطالب هلا الكتل المسيحية بتصحيح التمثيل، يرفض الآخرون تيضل التركيبة هيك واصلة كلا. بأمريكا بيصير في تركيب قوانين تتلائم مع مصالح الطبقة السياسية. لمرة من المرات بأمريكا أحد رسم
صار يدخل القرية اللي معه والقرية ضده يطلعها، يرسم طلع محافظة انتخابية أو دائرة انتخابية تتلائم مع مصلحته، فسمي طلع شكل المحافظة أو الدائرة مثل السلمندر، فسموه سلمندر لو، مشهورة بأمريكا القصة. لذلك نحن قادرين نفهم مصالح الطبقة السياسية، ولكن بالوقت عينه قادرين يكون في حد أدنى من احترام الدستور لهذه الطبقة السياسية. كله طار، ما في لا حد أدنى ولا حد أقصى ولا حد. تصوري مثلا وقت تتذكري وقت المناقصات اللي صارت كرمال مسألة النفايات، صح، كانوا المتعهدين قاعدين بالطابق الخامس، اختلفوا له المناقصة، له المناقصة. قليلي مسألة الاتصالات تطلع القصة حتى تاريخه، انه قال تم اللعب بمسرح الجريمة، حول من حول الى القضاء لنشوف اذا الامور بتمشي للاخر فتشمل الجميع دون استثناء. بس يبدو المضمر فيك والمعلن، المضمر والمعلن. لذلك الامور حقيقة مسألة الفساد بلبنان مسألة بلغت، يعني رح ياكل الفساد بعضه بالاخر، لانه وصلنا لمطرح شارع رح ياكل الفساد بعضه، يعني مثل رح يتناتشوا على الجبنة بالنهاية ورح تهر هالتركيبة. عمليا هذه التركيبة شارفت على الهر بسبب هذا التناتش الذي تتحدثين عنه. بس قديش شارفت على انه تسقط هيدي التركيبة، لأنه هي تركيبة الفساد، هي ذاتها التركيبة السياسية القائمة منذ الطائف، هي ذاتها الثنائيات والثلاثيات اللي موجودة. صحيح، لقطة كل شيء، اقتصاد وسياسة وأمن حتى. هذا اللي كنت عبر عنه دائما في الأسباب الموجبة لاستصدار قانون انتخاب، أنه لبنان تحول إلى كيانات، كل كيان له حدود وأعلام وإعلام وماليته ومؤسساته وثقافته طقوسه وعلاقاته بالخارج وعلاقة الخارج فيه، كيانات مذهبية. هون نجحوا بالربط بين المذهب والفساد، إنك إذا دقيتي برمز من رموز الفساد بتدقي بزعيم المذهب تبعنا، وبتصير الدور على الرمز من رموز الفساد الآخر، بتصفي ردة الفعل هذا، وبالتالي بيعطلوا، بدون يحموا بعضهم، بيحموا بعضهم. هذا الموضوع يجب أن يسقط، وأنا برأيي شارف على السقوط. وهون بدي أحكي كلام دقيق يمكن أبين حكى أول مرة في فضل معرض الحديث في الأسبوعين الأخيرين حول المواضيع. لا شك أنه نحن، أنا ابن الدولة وابن الدستور، أنا لا عندي ميليشيا ولني مني ابن ثقافي ميليشياوي ولا عشت هالحياة، وأنا مني ميال دائما لدك الدستور ودك القانون وإخذه إلى حيث يجب أن لا يؤخذ. ولكن وصلت لوقت كمواطن عادي، هذا الكم من الفساد والاستهتار الذي تجاوز الحدود بحيث قلت بلغ سكينه كعظمي، صرت أقول فليكن، يعني خلينا ندك هذا الواقع، وإذا ندك شو بيصير؟ يعني لأنه لا يوجد، يعني ليس من تحتنا تحت هذا تحت كي نخشى السقوط، فليكن. يعني إذا قلنا نحن قلنا هذا الدستور عاجز عن معالجة قضاياي، خليني فتش على دساتير أخرى وقوانين أخرى. أنا برأيي القرار الذي قيل أن الرئيس سعد الحريري يشرف على اتخاذه، فتلك بالقريب ما بدي ساعدك، شو دي ما عندي ضعف بدي ساعدك، يعني بدي الله يخليك. أنا بشكرك، نحن نتعلم منك دولة الرئيس الشنقل. هذا القرار الذي أخذه الرئيس سعد الحريري، أنا شخصيا إذا كمل فيه للآخر، وبعتقد لازم يكمل، منطق الأمور بيكمل، يمكن اليوم يمكن بكرة، نعم، هذا يدلل أنه في عقل ذكي شم الريحة التي قد تترتب على بقاء الوضع على ما هو عليه. عقل مين الذكي واللي شم الريحة بعد سنتين ونص؟ علي ظاهر الأمور، أنا ما إلي حق دولة الرئيس. على النوايا دولة الرئيس ما إلي حق فتش على النوايا. هلا إذا كنت تظهر الواقع كله ما
ما بدنا نتحفظ عن شيء. أنا ماشي معي. ايه تفضل. طب سعادتك بالأول. بس بعد سنتين ونص. ايه وثلاثة وأربعة. صح والضمير. خير أن لا خير أن تأتي من أن لا تأتي. نعم. هذا إن دل على شيء يدلل إنه صار في اشتمام. نعم. لريحة إمكانية تطور الأمور باتجاه سقوط هذا القانون وهذا الدستور. حسوا انه الامور رايحه في باتجاه يعني. باتجاه تجذير الصراع، وهذا ما حدثنا عنه مرارا وتكرارا. نعم. تجذير الاستهدافات والعناوين الاستهداف، وبالتالي عملوا التفاف. وانا برايي اثمن هذا العقل، وعم بحكي موضوعيا، وانا ما بغسل حدا، انا الرئيس الحريري عادل. يعني بشكل مباشر الرئيس الحريري مفتاح هو الذي بإيده لأنه ايه طبعا هو انا بدي عم بحكي عنه طبعا. أوكي. هذا يدلل انه كان هناك قرار ذكي اشتم المصلحه، اشتم مصلحه الحفاظ. نحن مش دائما بنقول الطائف هو من انجازات مرحله معينه نفذ خطا بمرحله لاحقه، بالنسبه لناس منه انجاز، هو لا كان في هو تركب واخذ واقتص من حقوق شريحه اساسيه من اللبنانيين. انتبهي انتبهي، واجى على حسابهم. لا انتبهي، خليني اقول شو بدي. مرحله ما قبل الطائف لانه خاضع على النقاش، بس مرحله ما بعد بعتذر ما بتتمرق منه انجاز. لا يعني الطائف بالنسبه لكثر كان مشروع في ذلك الحين لاخراج لبنان من حاله الحرب الاهليه لحاله السلم، واستفادوا فيه، اخذوا من صلاحيات وحقوق الاخرين. نقول انه نفذ بطريقه، كان في طائف منفذ وطائف موجود على الورق من سنه 1990 حتى اليوم. هذا ليس هو الطائف الذي موجود هو على الورق، والذي كنا نطالب دائما بالعودة لتنفيذ مضمونه وفقا لنروحه ونصه، مش بالطريقة الذي نفذ فيها على أنقاض الطائف الأساسي. هذا الموضوع الأساسي. نعم. والمركزي هون الرئيس الحريري بهذا القرار المزمع أن يخرج من المكتوم إلى المعلن إن دل على شيء. أنا برأيي هذا قرار ذكي. أوكي. قرار في غاية الذكاء، ويخطئ كثيرا، الذي هو من بطانته أو من جوه أو من بيئته الذي بيقول له لا كيف أبتاخد مثل هاي القرار، لأنه بيكون أيضا هذا يريد أن يدفع بالرئيس الحريري لكي يمئن في القرار الخاطئ. بس يبدو قادر يتخطى الحالة الاعتراضية بالبيت السني. أنا عم بستطرد بس بالكلمة. هذا الموضوع هو لإعادة إنتاج النظام والدولي في لبنان على قاعدة الدستور، على قاعدة الدستور انوشد ونفذ خطأ، على قاعدة الدستور انوشد ونفذ خطأ. من معالم هذا التنفيذ الخاطئ هو كل الواقع الذي نشأ بعد عام 1990 كله بربطه، وأساسه هو قانون الانتخاب الذي بني على فلسفة تقول هناك تفليسة اسمها التفليسة المسيحية بلبنان. ما حدا بيدري يقول لا، ورثناها، ما حدا بيقدر أكيد. كبيرا أكيد. كان أو صغيرا، صح، في تفليس اسمها التفليس المسيحية في لبنان ورث الآخرين. يجب أن نوزع ذممها الإدارية والنيابية والوزارية والمالية المنفعية الغنائمية على مختلف المكونات الأخرى. هاي القصة انتهت، هاي القصة مش بس انتهت، يجب أن تنتهي. سموكم ساحر، خلص رمضان ده الموضوع يا أخي، 15 سنة انتهى الموضوع. بس من 2005 لهلأ شو قدروا يرجعوا يستردوا المسيحيين، مع أنه هن كانوا رأس الحرب بالمطالبة بالسيادة والحرية والاستقلال. ما هنا بيت القصيد والكل حقون، يعني ما هنا بيت القصيد. الخطورة كانت أنه فضحت نفس الطبقة السياسية، وأنا بعرف أنه القصة يعني في هنش يخبوها علي. فضحت نفسها أنه كانوا قبل يضغطوا أنه في سوريين نرميها بظهر السوريين، طلعت الممارسة أسوأ. السوريين استمروا بهذه الممارسة على قاعدة أنه في ناس خسرت حرب، بالرغم من وجود اتفاق الطائف الذي رعاه من رعاه من الدول الإقليمية وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وأم سميها لأنه هلأ أثناء الحديث بدي أعمل عطف على الموضوع. أكيد. اسمحيلي. أوكي. عطف على الموضوع. كان في رعاها استمروا أنه هؤلاء عندهم هالفتات
نرمي لهم إياه يجب أن يقبلوا بما يرمى لهم من فتات. كان في هدي بيّنت بصورة واضحة وصريحة خصوصا بعد 2005 وبعد 2009 بشكل خاص على الانتخابات النيابية، لم نعد نقبل بهذا الفتات، نريد حقوقنا الدستورية. الإمعان بإدارة الظهر لهذه المطالبة شو رح يعمل؟ أدى إلى تعميق الأزمة. أوكي. لو استمروا فيها ولم يتنبه الرئيس الحريري إلى هذا الواقع لينقذ ما تبقى من معالم نظام الطائف، وأقول الطائف لحتى أرجع أربطه بالمملكة باعتباره راعي من الرواعي، رفتي كيف؟ كان أنا برأيي الأمور ستذهب باتجاه دك هذا الدستور دكا مبينا. بس المملكة ما قالت كلمتها، ولأنه المملكة ما وضحت للرئيس الحريري موقفها مثل ما عرفنا ومثل ما قرينا وتابعنا، يعني لا قالوا له نعم ولا قالوا له لا. الرئيس الحريري إجا عم بيعمل جولة ولكن لم تصل إلى مكان، بس مش معروف إذا قادر يتخطى سقف الفيتو أو اللافيتو السعودي. خلينا نحكي عن المملكة. تفضل. إلي وجهة نظر أخرى بالموضوع. تفضل. خليني أقول لك كيف أنا بشوف موقف المملكة العربية السعودية. خلافا لكل الآراء المتداولة ولحد هلا أبشم ريحة إنه والله يمكن يكون معي حق، لأنه رأيي قابل للحق للصح والخطأ، مش هيك؟ شو التواضع دولة الرئيس؟ لا فضل. الحقيقة الحقيقة. طيب لا خبرك كيف القصة. المملكة العربية السعودية تعودنا بلبنان أن تتكيس مسألة رئيس الوزراء، تلف كيانيا وجوديا وتذهب باتجاه تبني، وتصبح هي طرف المحاول للتدخل بتذليل العقبات التي قد تقع بوجهه أو معه أو بسببه أثناء تأليف الحكومات وأثناء البيان الوزاري وأثناء وأثناء. وأنا بتذكر دخلت بقصة مركزية بهالموضوع بالألفين وأثناء الوزارة الأولى اللي صار فيها المشكلة على وزارة الموارد المائية والكهربائية، أنا بعرف كيف تم إعادة تثبيت توزيع الحصص على قاعدة تدخل مباشر من دول إقليمية مع بعض البعض على أعلى مستوى لحتى يعيد تثبيت الموضوع على الأساس. اليوم المملكة العربية السعودية بعد تجارب الدخول بمرشحين رئاسيين واصطدامة بواقع معين على الأرض اللبنانية قالت لك أنا شو الله جبرني أتدخل بهالتفاصيل. وأنا تبين لي هذا بحادث شخصي معي عندما وقف السفير علي عوض العسيري وقال لي أنت شخص مرغوب محبب، حكي كلام شكرا له علي وفي شهود على الكلام، نعم، لماذا لا تذهبون باتجاه التوفيق بين سمير جعجع حفظ الألقاب الدكتور سمير جعجع والعماد ميشيل عون؟ اي طبعا. طيب شو بتعمل المملكة العربية السعودية اليوم؟ اليوم قبل ما يطلع من البلد علي عوض العسيري سعادة السفير عمل عزيمة بالعشاء، صح، كان عريس السهرة فيها هو العماد ميشيل عون، وبعث رسالة للشعب اللبناني يقول فيها أنا على مسافي وحدي وكله لا أملك فيه تطوط أحد. طيب هل هذا يعني أنه تخلى عن جميع مصالحه؟ لا، أعلن حزب الله على لائحة الإرهاب، معش قادر يكون الطرف المباشر الذي يقف أمام رئيس الوزراء في لبنان للحوار مع الأطراف المعنية على الساحة، والطرف المركزي هو حزب الله. فإذا شو العمل؟ العمل أنه منترك ابننا سعد، اسمعي الكلام بدأ، أن يذهب ويجرب إمكانية انتخاب رئيس وتأليف حكومة والدخول بحوارات. إذا وفق ابننا سعد رئيس وزارة ويجي لعنا كرئيس وزراء لبنان، وبنترك أولادنا الباقين مثل ابننا اللواء أشرف وابننا فلان وفلان وفلان أن يمارسوا دور المعارض
توزيع أدوار وصاحب يعني. وجهة النظر توزيع أدوار الأكثر تجذيرا. اسمعيني بدون ذهاب للشكليات، هذا العمق السياسي. شو بدي بكل التفاصيل اللي بتسمعيه بيقولوا إجا كلمة السر، رحت كلمة السر، خذي المصالح كيف بتنرسم. تفضل. ويمنع ويشكل الحارس لمنع ابن الآخر من أن يقع تحت ضغوطات يقدم فيها تنازلات استراتيجية على الساحة اللبنانية في مفاوضاته مع الأطراف الأخرى. منكون نحن كل الساحة السنية حطناها، حتى المعارضة السنية بتبطل معارضة دكمة ضدنا، ما بتكرر خارج السرب، تروح ترمي حالة بالأطراف الأخرى، وبتضل لعبة الضغط على مقومات التوازن تحت عنوان وجود حالات ثقل استراتيجي لأهل الجماعة والسنة، لأهل السنة والجماعة، مقابل في ظل مناخات الصراعات المذهبية القائمة لخلق توازنات معينة في البلد. لذلك أنا أعتقد أن حراك الرئيس سعد الحريري في لبنان، طبعا أنا لا أملك معلومات، أنا مجرد تحليل، أنا أعتقد أن حراك الرئيس سعد الحريري في لبنان هو حراكا مباركا، دون أن يمكن مش قايلين له روح بلا، دون أن يكون معلنا، بدون أن يكون معلنا. ليش؟ لأنه بنتائجه الاستراتيجية على الساحة يخدم بصورة مباشرة ما يسمى المملكة العربية السعودية ودورة المصالحة في لبنان، لأنه استمرار الوضع على ما كان على. ليش؟ خليني ندم على شيء. تفضل. نارهم. بس بد... أوكي. لي. إلّا إمتى بتسمح لي؟ لأنه أنا بقلك هلا بقلك هلا بقلك. لي. لأنه إعادة إنتاج النظام في لبنان ومنطق الدولة على قاعدة دستور الطائف هو يحمي المصالح العليا للسنة في لبنان. فإذا القرار اللي أخذه سعد الحريري في هذا التوجه هو قرار يقع في موقعه الطبيعي إذا أعلنوا، لأنه إذا لم يعلنوا سيكون هناك ردات فعل سلبية أكثر عمقا في في خلاصاته واستنتاجاته الاستراتيجية أيضا، لأنه بدأت تاخذ طابع أنه كان في تكتك وكان في قلقل. هذا الموضوع، هذا الموضوع هو بيت القصيد بالساحة، وأنا بعتقد أي كلام آخر عن مواقف دولية ومواقف إقليمية، بتعرف اللبنانيين هني بيخلقوا ظروف استدراج الخارج للداخل. تبي وعد خمني الخارج، وهيدي كمان أنا بأكد لك إياها، وعد خمني الخارج يأخذ تلقائيا مبادرات التدخل. اللبناني بثقافته الموروثة منذ أن كان يفتعل مبررات استدراج الخارج للداخل لاستعمال هذا الخارج ضد قريبه وضد جاره وضد خارجه. فإذا اليوم بسبب وجود قوى أساسية على الساحة تملك بحد ذاتها قدرة على قولة الله، وهذا ثبت، يعني هي القوى المسيحية، السيد حسن نصر الله من سنة ونص سنتين قال لهم لا حتى تعذبوا حالكم وتروحوا تبرموا وتتعذبوا، لو اجتمع الأنس والجن ولو اجتمع رؤساء العالم لن يؤثروا على قراري في مسألة مثلا تأييد العماد ميشيل عون. وصلين لهذا كل الفن، هلأ وصلين له كل الفن تبع الزعامات السياسية بلبنان، حتى خطاب الرئيس تمام سلام أمس في الأمم المتحدة وأنا استغربته، وهو عزيز وحبيب وله مني كل الحب والود، وأبقى من الود وأبقى من الحب ود. أين عارفه أنه يا عالم أنا بلدي بلا رئيس أرجو التدخل لإنقاذ الرئاسة وأبدأ الرئاسة. شو التدخل؟ هذا الرئيس، الرئيس سعد الحريري شخصية لبنانية بامتياز، أخذ قرار مشيت مسألة الرئاسة وفي إمكانية بلوغها خواتيمها السعيدة حتى لو برز من هنا أو هناك بعض العقبات. لشو التدخل العالم؟ العالم بيتدخل بيضغط على إيران، إيران بتضغط على حزب الله، حزب الله بفك ارتباطه بميشيل عون، يأتي من نريد إلى رئاسة. بس حزب الله مش فاكك ارتباطه، بس خليه مخليه للجنرال لمعلق ولا مطلع. بس قبل بدي ارجع لموضوع السعودية، صار في اسأل، صار في اسأل، صار في اسأل، صار في اسأل دولة الرئيس. طب دولة الرئيس عم تحكي حضرتك عن هالسياسة قبل ما تسألي. نعم هاي اللي حكيت لك اياه،
انت كسامعه وبشوف فيك كل مقومات العقل النير والقادر ان ما تستدرجني لشيء. دولة الرئيس عم نحكي عن المملكة العربية السعودية، وإذا حضرتك مثل ما عم تقول إنه هيدي تحليلك وقراءتك، هاي قراءتي التي تحتمل الصح والخطأ، بس حضرتك قارئ جيد وحضرتك صديق قريب جدا من الرئيس بري، الرئيس بري كمان قارئ جيد جدا جدا جدا، والرئيس بري حريص على العلاقة اللبنانية السعودية بطريقته هو. الرئيس بري هو العقبة الأساسية بموقفه أمام أي تحرك للرئيس الحريري يلي استدرك بعد سنتين ونص، وإذا كانت القراءة بما يتعلق بالمملكة هي بهيدا الإطار اللي عم تحكي عنه حضرتك اليوم، شو عمل خطأ الرئيس بري، ما قري منيح أو لا الموضوع مختلف؟ لا جاوبك. أولا لا يجوز، أولا أنا بتمنى أكون قارئ بمستوى الرئيس بري، يعني هذا بتعطيني شرف كبير. اثنين أنا أتمنى أن أكون بملكوت صداقته وبحضنه وبجوه. شو هالتواضع دولة الرئيس؟ ثلاثة اللي بدي أقولك إياه، لا يجوز أن يتم تقييم أي موقف لدولة الرئيس بري في اعتباره هو الموقف إلا من تاريخ أن يعلن الرئيس سعد الحريري إعلانا صريحا وكتلته تبني ترشيح إعلان لا لبس فيه ولا إبهام، تبني ترشيح لعماد مشلح. أنا شخصيا نعم. هذا موقفي بتقييمي لحراك دولة الرئيس اللي بعرف عقله نواياه، وهلا مفروض بتقييم هذا العقل وهذه النوايا ومواقفه الأخيرة مفوت بتقييمها، أنا حاضر. بس أنا شخصيا لا يعني لا أخرج بخلاصات نهائية حول موقف دولة الرئيس إلا بعد أن يعلن دولة الرئيس أو مكونه، لكن حتى أكون دقيق أكتر، أو مكونه إلا بعد أن يأخذ دولة الرئيس سعد الحريري اللي هو مبادرته حراكه مشكور ومثمن ومقدر، ما عم بيوقدوا له اياها قبل ما يوصل لها، ما حدا بيقدر يوقد له اياها، ما حدا بيقدر يوقد له اياها. هيدي ديناميكيه ما عادش تتوقف، هيدي الامور هاي من بعد ما ياخذ هذا الموقف وكتلته ساعتها يصبح كل موقف على اي طرف من الاطراف محسوب عليه. بس يا دولة لذلك أنا أقول لك وجهة نظري، أنت سألتيني بشيء، نعم. إذا بتريديني أنا إذا بدك ياني استسلم، وفي أسئلة مشروعة بعتقد مبنية على وقائع، وجبتنا كصحفيين ننطلق من هالوقائع. إذا بدك ياني استسلم لسؤالك، يعني سؤالك يحمل في طياته طلب تبني، أنا مستسلم أبدا، رافع العشرة، أنا لا هلا على السؤال مستسلم دولة الرئيس أبدا، ما في إيحاءات، ما في إيحاءات بشي، بس هيدا السؤال نصيحتي للرأي العام، إذا كان له سأب نصيحتي للرأي العام أنه يبلشوا يقيموا المواقف تقييم دقيق من تاريخ إعلان دولة الرئيس سعد الحريري هذا الموضوع. يا دولة الرئيس، طب نحن فينا نغض النظر عن شو؟ موضوع السلة والشروط المسبقة ورد بكركي على هالموضوع، هيدا كله شو مناورة يعني؟ إذا بدنا ننطر تا يعلن رسميا الرئيس الحريري، ما خلص قيضوا لرئيس الجمهورية المقبل، كأنك مع مثل ما قالت بكركي أنه نحن ما بدنا رئيس صوري بنداء. أنت ما في داعي تستعملي هذا الأسلوب لتستفزيني. أنا ما عم بستفزك، أنا حقي أحاول. أنت بس مجرد ما هيك رمشي يأخذي مني أنا ما حدا بيقدر عليك دولة الرئيس. اسمعيني لخبرك فإذن هذا موضوع آخر. الرئيس بري زعيم كتلة سياسية، رئيس مجلس نواب، نعم. عنده نظرة، عنده مطالب، عنده دور، عنده هون. قبل ما نوصل بدي أحكيك هلا استراتيجية، قبل ما نوصل لها التفصيل، بعد قوانين اللعبة أم تنبنى على قاعدة أن هناك ترويكا قادمة، تبهي لأنه
الشعب اللبناني لازم يبلش يهيئ حاله لمناخات جديدة مثل الترويكاس الأولى أيام رئيس. لا لا لا، مبارح حد أيام ابن شو اسمه اللي كان رئيس جمهورية مبارح، الرئيس سليمان وقبله، هيدي كلها ترويكيات كانت. شنو هي هاي؟ شو ده؟ اسمع نعم حبيبتي، إذا كانت الحسابات بدها تنبنى على قاعدة أن هناك ترويكا، يعني شو ترويكا؟ يعني بيجتمع نحن ثلاثة منحط على هالطاولة المصالح، وهون بكرر اللي قاله الرئيس بري ببداية التسعينات، يا في دستور وقانون بيتطبق يما على السكين يا بطيخ. تتذكري هذا الكلام؟ صح. ها؟ صح. إذا نحن رايحين لمرحلة ترويكا، أنا بقلك على السكين يا بطيخ. وإذا كنا رايحين لمرحلة أن هناك رئيس جمهورية واحد في لبنان، مش ثلاث رؤساء جمهوريات، صح، البقايا أو ما تبقى من الرؤساء هن رؤساء سلطات، في رئيس مجلس نواب وفي رئيس مجلس وزراء. القصة بدها تختلف، لأنه لو أتى العماد ميشيل عون وتعهد بما تريدين أن يتعهد، طب ما في دستور بيحكم إدائه. وأنا أعتقد، وقد أكون يعني بريء، أعتقد أن الرئيس ميشيل عون سينفذ الدستور بحذافير. ما يمكن كرمال هيك ما في في معارضة لوصوله. خلينا بلشتي أنا دقلك وإنت. بس أقول لك، عم يجيني واتسابات تعليقات العالم مبسوطة كتير بالحلقة إن شاء الله، بس عم يتغزلوا كتير بالحلقة. مني الله يخليك. اسمع، لذلك في دستو رئيس بري يعرف ذلك جيدا، وهو وهو الذي يعلم، ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عشان هيك ما في مصلحة يوصل. اسمعني، بركي الرئيس بري تكي يحن إلى زمن الترويكا. كمان أبتحاولي تتعمدي حقي اسأل يا دولة الرئيس، هاي على الرئيس بري. اسأل. أنا ما بقدر، أنا ما عم بقوس. أنا ما بقوس على حدا، لا بليز تنكون واضحين. مش أنت ند، أنا حقي اسأل بدك، يعني ما بلعب لعبة القوس. أنا حقي اسأل كصحفية وتابع وبشتغل بالمجال. أنا وارد أحكي شيء، أنا وارد أحكي شيء يسيء لشخصك الكريم. أنا بحكي الكلام بعد شو أقول. إذا كانت الغاية أنا الرئيس بري ما بقيم له عمله تقييم دقيق وفعلي، وأبني على الشيء مقتضاه، أنا المواطن اللبناني، أنا لا أبني، لا أقيم موقف الرئيس بري وأبني على الشيء مقتضاه إلا ما تاريخ ما يعلن دولة الرئيس سعد الحريري وكتلته موقف التأييد للعماد ميشيل عون، نقطة على السطر. وبالتالي بعتبر كل كلام بيقوله الرئيس بري هو من وحي التقليد الماشي، اللي هو تقليد شو؟ الترويكا. إذا كانت ترويكا فهذا حق من حقوقه أن يقف ويقول تعالوا يا أخوان لنحط السلة ونحكي فيها. إذا ما كانتش ترويكا قوانين اللعبة بدها تختلف، ويدرك ذلك جيدا الرئيس بري، وأنا أعتقد عقله سيذهب باتجاه دعم هذا التوجه، اللي هو مرحلة على السكين يا بطيخ انتهت أو مفروض تنتهي. انتبهي شو الكلام بدأ هون. أنا بدي أقول لك شغلة أخرى في غاية الأهمية، وأنا بدي أنطلق من كلام دولة الرئيس الذي مرر حول أنه في عقبات ستنشأ. نحن بدنا نعمل شيء يمنع العقبات حتى تأتي الأمور انسياب طبيعي فيما بعد. سلف بده يعمل هذا الموضوع. الرئيس العماد ميشيل عون في القضايا كطرف سياسي، ككتلة سياسية في البرلمان وطرف في هيئة الحوار، في مسألتين مركزيتين ذات طابع استراتيجي تتعلق برؤساء الجمهورية، رئيس انتخاب الرئيس والشخصيات اللي بدها تكون مسؤولة عن المؤسسات،
اللي هن رئيس الوزارة ورئيس مجلس النواب، وفي مسألة قانون الانتخاب مثل ما قال بمقابلته وأنا بعرف هالشيء. بس دولة سبق. الرئيس بس العماد عون معني، والرئيس ما هو العماد عون مع الدكتور جعجع مع الكتائب اللبنانية، يعني كل القوى المسيحية اللي همشة الطائف وممارسات الطائف واللي تقاسموا حصصة الطوائف الأخرى، معلش هن اللي عم يمنعوا الوصول لقانون انتخابي. وبس اعتذر، بدي أسألك إذا بتسمح لي بدون ما تعتبر أنا عم جرب أعمل شيء، بس هيدا حقي، بس لافت صرنا عم نشوف يومين وثلاثة غزل زايد عن اللزوم باتجاه عين التينة، بوقت اللي بكركي عم بتكون كاسانت، عم نشوف خطاب إيجابي ومنخفض النبرة وشفناها بمقابلة العماد عون، عم نشوف بعض الشخصيات المسيحية تبرر اللي طرحه الرئيس بري عن السلة، وحضرتك اليوم عم يعني عم تعتبر انه انا عم بقويس. لا، ما في تقويس، في واقع. ما بدك تسمعي. لا، ما خليني اكمل سؤالي وتفضل. بدك تسمعي. اولا قلت لك كلام معادلة مهمة بالسياسة بدك تعرفيها، وهيدي للرأي العام اللبناني، وأنا بقول لهم للرأي العام اللبناني خصوصا المسيحيين. بعد أن يأخذ الرئيس الحريري الموقف العلني في مسألة تأييد العماد ميشيل عون، يبنش على الشيء مقتضى بالنسبة لكل الشخصيات وكل المكونات. وضحت؟ أوكي. وأتقول هيك أنتوا شو المطلوب من الرئيس عون؟ ليش يقوس على الرئيس بري؟ لا، ولا لا، ما حدا عم بيقول مطلوب هيك. لا لا، بس مين معارض ترشيح العماد عون ووصوله الى قصر بعبدة؟ انت اكيد انه الرئيس بري معارض. لا، فاذا شو هيدي بروباغندا اللي عم بتصير؟ بدك تروقوا بيه، انت عندك تضمينات؟ لذلك بقول لك انت بتعرف شيء ما احنا ما بنعرفه، او الراي العام بده يعرفه. اكيد لازم يكون، بس لذلك بقول لك انا شغلي في غايه الاهميه. نعم. عندما يعلن الرئيس الحالي بتتجوزوها. طب خلينا ننطر، مش بتحاولوا تسمعوها. طب. لانه بتعرفي لي، لانه بتكون تحققوا النتائج من امكانيه عدم الاعلان من قبل الرئيس. او من الاعلان بخلق تحالفات جديده. عرفتي علي كيف؟ قبل حدوثها. هيدا اوعى تخلوا في حدا. طب. ما حدا ادى هاي. انا بقول لك لا يبنى موقف حتى تجاه الرئيس بري مني أنا، مش أنا مواطن لبناني. نعم. أنا قبل ما يأخذ الرئيس الحريري الموقف على ضوءه، بصير كل كلمة دولة الرئيس بري بيحكيها تتعلق بهذه النقطة يبنى على الشيء. تشوف بانتظار أنه يعلن الموقف الرئيس الحريري وقتا يرجع، وإذا رح يعبوا الجولة تاني ويبنى على الشيء مقتضاه. رح ناخد بريك بأول حلقة تأخرنا عليه. في بطل بالقرى ايه بيقولوا الجدي، انت النعجي مش الجدي، ايه بيلعب بدائن تايس. في عندنا كتير أسئلة، في كتير ريس مبسوطة بالحلقة. حاضر. في بعض التعليقات أنا بشكره ومعتبرين أنه حلقتنا ممتازة، دائما الحلقة ممتازة معك دولة الرئيس، بس ما بنقدر عليك أبدا، ما بنقدر عليك أبدا. رح ناخد أول بريك ونرجع نتابع حوارنا وبنطرح الأسئلة اللي بعتوها على السوشيال ميديا. منتابع حلقتنا مع دولة الرئيس إيريل فرزلي اللي بتحمل كتير هيك رسائل، وأحد المشاهدين عم بيقول أنه أنت من بين الليل أو الوحيد اللي بنقدر ناخد ونعرف منك شيء أو نتضح الرؤية. وفي زميل صديق ما بعرف إذا عم بيحضرنا، وإذا بحب أني أذكر اسمه ياريت بيجاوبني، عم بيقول دولة الرئيس أنت كنت إلى جانب الرئيس بري وعجبني كتير السؤال، واليوم أنت إلى جانب العماد عون، مع مين ترتاح أكتر؟ مين حبيب قلبك ونور عينك؟ أنا وقت كون مع الرئيس عون أنا بمثل الرئيس بري، وقت كون شوف الرئيس بري ويسري بكون أبمثل العماد عون. طب وليش مش قادر تجمعهم؟ إن شاء الله الأمور تفائلوا بالخير. طب ليش العماد عون والرئيس بري هالقد فيها البعد بس على قاعدة عدم على قاعدة إعلان العماد عون إنه المجلس غير شرعي والرئيس بري بده يعتبر في شرعية المجلس؟ المشكلة إذا جاوبتكم نتيجة الشحن على مدى فترة من الوقت الإعلامي بهالموضوع
لا بس ما ما, ما مع الكل عم بيصير في تواصل وعم تصير في صفحات بيض إلا منشوف هال. إذا بتسمحين. نعم. على المستوى الشخصي بين الرجلين أؤكد هالكلام، ما بقوله لحتى أؤكد هالكلام، إنه مسألة الكيمياء مسألة هائلة بيناتهم، أتمنى إيجابية. لا كيف هائلة مش قبل حبيبتي كنت بقلك ومرق لك إياها إيه؟ على أن كلمة بتنقال رفع عتب أو محاولة تجميل، أنا أبأكدها كحقيقة. أنا مثلا بقلك أنه الرئيس بري إلي قايل لي خدي لو جرش على ظهري ملح، معناتها كان في كان في تناقضات بالمواقف، عرفتي كيف؟ لو جرش على ظهري ملح أنا ما بقدر دله ظهري، ما بقدر يعني كون إلا ما أخذ بعين الاعتبار مواقفه الكبرى مع المكون ومع لبنان الذي أخده. هيدي قصة نحن وقت نقولها ما منقولها لحتى فقط نلعب دور وسيط أو نقرب، أم نقولها لأنه منعرف عمقة بنتائجها الاستراتيجية على الصياح. فلذلك بكرة بتتذكريني عندما يعلن الرئيس سعد الحريري موقفه النهائي يبنى على الشيء مقتضى. مصر يعني متأكد دولة الرئيس واصلين لهالمرحلة في كتار. أي مرحلة؟ مرحلة أنه يعلن الرئيس لأنه حريري. عم نقرأ كتير. نعم حريري. نعم عم نقرأ كتير، عم نسمع تسريبات كتير، عم نحكي نحن صحفيين مع مصادر معنية بكل الملف الرئاسي، ما حدا عم يوصل لهالنتيجة اللي عم تحكي عنها حضرتك. أنا شخصيا بالتحليل المنطقي بطلع بنتيجة وعنوانة الرئيس الحريري أخذ خطوة في غاية الذكاء تتعلق بشخصه، تتعلق بالطائف الذي يمثل، تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وخصوصا مصالح الطائف السنية. ليكي لوين؟ وأنا بس أحكي عن السنة، أنا أكل حال أنا ابن منطقة بس سنية. بس ليكي في واجه سنيا الرئيس الحريري اليوم، معلشي هيدي سنة طبيعة، بس يعمل رئيس وزارة الذي يواجهونه بس شارعه كوكب رافض، هذا الشارع بدك تلاقيه حوله. وأنا حللتلك حجم شو الصورة الكبرى بالموقف المملكة العربية السعودية، حللتلك إياها، خدوها بعين الاعتبار التحليل، ما ترموا يعني ما تديروا ظهركم له، مع احترامي لكل الشخصيات الكبرى الكبرى بالبلد اللي هي على تماس مع كبار المسؤولين بالمملكة العربية، خذوا تحليل هالمواطن الضعيف في لبنان اللي أبي قلك كيف رأيه موقف المملكة ومنشوف. إذا ما عمل هيك الرئيس الحريري اللي هو موقف في غاية الذكاء لمصلحة طائفته قبل شخصه، مصلحة السنة قبل شخصه الكريم، أنا بعتقد ريل فتحة على شيء اسمه الطائف بلبنان، وهي معادلة تذكريني فيها الأولوية اللي هي تذكريني فيها إذا بتسمح لي دولة الرئيس، أحد المقربين من الرئيس الحريري قال لي إليك صحفية عم تابع الملف، نعم، إنه عمل الجولة الأولى من المشاورات ولكن كل الاحتمالات واردة، يا من ننتخب العماد عون، يا الوزير الفرنجي، يا شخصية ثالثة، يا الأمور بتوصل لحيط مسدود وبننطر انتخابات النيابية واللي بياخد الأكترية بالانتخابات النيابية استناداً لأي قانون؟ استناداً لأي قانون؟ يمكن القائم. القائم؟ أبقل لك ريل فاتحة الطائف ما عم تسمع وما بتكون، ما هذا عم ننبه عنه من كذا شهر من كذا سنة، لا ما على من تقرأ بزميرك. إلى متى العماد عون سينتظر؟ لأنه العماد عون كان قبل عم يحكي عن شارع، عن تحرك، امبارح نداء بكركي أيضا دعا المجتمع المدني للتحرك مشان قانون الانتخابات. لن ينفد صبر، أنا سعيد جدا بالنسبة لبكركي أنه بلشت ترفع صوتها بالنسبة لقانون الانتخاب، مع أنه أول واحد رمى القصة هو صاحب الغبطة، بعد ما نحن كمواطنين مدنيين ضعاف رميناه بالساحة من 2009، كنت متفق أنا والصاحب الغبطة على بلحفد بدعوة من الغدا من شخصه، كان مطران عمشيد مطران جبايل بوجود الأستاذ كريم بقردوني وبوجود زميلكم الأستاذ جورج غاني، شهود على ذلك، أبحط لك شهود لحتى تعرفي أنه القصة منذ عام 2010. نعم. هذا الموضوع
أنا اللي أقول لك إنه المصلحة العليا أم تتأمن بموقف الرئيس الحريري، ومش بس مصلحتي كمواطن، مصلحته كطائفة سنية، مصلحته كرئيس حريري، هذا أمر في غاية الأهمية. لذلك أنا أكيد أنه أنا ميال، مع أني أنا مش قريب له، يعني مش قريب على المستوى الشخصي، قريب يمكن بالفكر بالوراثي، بس مش قريب على المستوى الشخصي. أنا أعتقد أنه هو على وشك إعلان موقف مهم، سواء أن يمكن اليوم أنا وياك مجتمعين، يمكن يكون أبي أعمل شيء، يمكن جمعة الجاي، بس أنه هذا الموقف جاي. إذا ما إجا أوكي، العمادان شو رح يعمل؟ أنا أقول لك والقوات اللبنانية، لا لا لا، أنا أقول لك معناتها هذا الواقع، هذا الدستور الذي سمح لقانون انتخاب مسخ أن يمدد مجلس يمدد لنفسه لكي تبقى أكثرية نيابية تستولي على السلطة، تعين نواب، تعين رؤساء جمهوريات، تلغي دور الشريك في الوطن، تلغي الميثاقية في مجلس الوزراء، في مجلس النواب. أنا بقول لك يجب أن يعاد النظر في كل هذا المسار. بس أقل حضرتك بعتذر، يعني يبدو من المؤشرات الإيجابية من قبل العماد عون اليوم في جلسة لمجلس الوزراء، وزراء حزب الله شاركوا على أنه حرصا عدم التعطيل، ويبدو أنه وصل الوزير الياس بوصعب إلى السراي الحكومي. يعني معناتها في شيء إيجابي أبي تم. أنا شو بدي، أنا ما إلي علاقة بشو بيخطوا مواقف، التفاصيل هاي تفاصيل ومظاهر تفصيلية. بس هيدي كمان كانت من الشروط انه الرئيس بري بده انه نرجع نعيش الحكومة وتشتغل، نفوت بالعقد العادي، نعمل جلسة تشريعية. لا حبيبي، ما في شيء اسمه شروط. اذا في شيء تامم تحت الطاولة محطوط بنوده لإعادة، مثلا اعلن الرئيس عون بمقابلته على الاو تي في مع الاستاذ زميل الاستاذ جان عزيز، قال انا مهيئ كنت ب13 تشرين موقف، تمنى علي الرئيس الحريري التهدئة بهذا الموضوع وسنلبي طلب هذا التهدئة. وهذا موقف إيجابي أنا بدعمه فيه. هيدا بيت القصيد إذا بتسمح لي. نعم. كم مرة العماد عون هو عمل مبادرة بناء على تمني الشركاء بالوطن وخزلوا وطلع جاي. انه بعض الاشياء اللي عم بيعملوها مثل هيدي الحركه بفترات سابقه الجول. مثل جلسه تشريعيه قانون اقرار استعاده الجنسيه وبعض الامور اللي اسقطت داخل مجلس النيابه، كم مره مشي على النوايا الحسنه ولكن قوبل بنوايا مبيته سيئه حبيبتي، وهيدا شارعه اللي عم ياخذوا عليه للعماد عون. تفضل. انا مع مواقف العماد عون بهالمجال، لا لأنه الموقف اللي بده يروح له النهائي. نعم، بعتذر منك دولة الرئيس، لأنه اليوم موضوع النقل شاغل البلد ومسكر السير. عنا المؤتمر أو التصريح بسام طليس ما يتعلق بتحرك سائقين النقل، خلينا نتابعه ونرجع نتابع حوار. يوصل صوته للمعنيين والمسؤولين. كنا نتمنى أنه هذا التحرك اليوم يكون خلص من امبارح بلقائنا مع معالي الوزير مشروب، لكن بعد ساعتين ونص من النقاش والحوار بكل الملفات للأسف لم نصل إلى نتيجة عملية. اجتماع ناقشت فيه كل الأمور بكل تفاصيلها، بموضوع الونسال، موضوع المعاينة الميكانيكية، بموضوع خطة النقل اللي بقرر مجلس وزراء سابقا، لكن ولا خطوة من الخطوات العملية تم الاتفاق عليها بالنسبة لنا كنائبات وقطاع نقل. خليني بلش بموضوع المعاينة الميكانيكية. نحن موقفنا كان وما زال وسوف يستمر انه هاي المعاينة يجب ان تكون في عهدة الدولة اللبنانية تماما تنفيذا للقانون. البي او دي خلصت، الدولة اللبنانية بهيئاتها الرسمية هي اللي بتقرر إذا بتلزم ولا ما بتلزم، في مجلس وزراء في مجلس نيابي. أما أنه هيئات أو أفراد أو أشخاص مهما كانت مواقعهم المسؤولية مش لوحدهم بيقرروا بهالموضوع. من المؤسف أنه النقابات عم بتطالب بإعادة هذا القطاع
لكنة الدولة ومسؤولين مصرين على إبقاء هذا القطاع بين أيدي الشركات. نحن مصرين أن هذا القطاع يرجع للدولة. نحن نحتكم إلى قرار مجلس وزراء مجتمعا، ونحتكم إلى المجلس النيابي بقانون بقرر بكون قرر ممثل الشعب، بقرر بكون قرر مجلس وزراء بهذا الموضوع. وإلا ليش بده يكون في، طالما أن الأمور سليمة وصحية وماشي الأمور بالشكل السليم، ليش مشروع الدولي بده يجمد التنفيذ؟ معناتها في عيب معين، في خطأ معين مبني على القانون. ليش ديوان المحاسبة بده يوقف التنفيذ ويطلب التوقيف؟ مش لأنه في عيب؟ لو الأمور سليمة ومية بالمية ما كان هذا الموضوع مشي وأخذوا قرار فيه. الأمر الثاني كمان، في بقانون السير في بعض المواد اللي قلنا عليها ملاحظات، ولكن في بعض المواد اللي كمان تعطي حق لوزيري الأشغال العامة والنقل وزير الداخلية، لا من دلسية مادة 411، تعطيهم صلاحيات ودور بأنه يعملوا قرارات ومذكرات خلافاً لهذا القانون وبالعودة للقانون السابق. طلبنا هذا الموضوع من معالي وزير الأشغال، طلبناه من معالي وزير الداخلية، ولكن المطلوب البدء بالتنفيذ. بس هذا لا يعني أنه حل أزمة قطاع النقل البري بشكل عام. بما يتعلق بخطة النقل، إن لم تنفذ ويبدأ بالتنفيذ مثل ما أعلننا، نحن عندنا مشكلة رايحين عليها. هذا اليوم المحطة الخامسة بالنسبة لهذا القطاع مش واقفين، وبعدنا مستمرين بالتحرك. طبعا بالنقاشات اللي حصلت مع معالي الوزير امبارح، موضوع الصواريخ، يعني في تعدي صارخ وواضح وصريح على هذه المهنة، انه صواريخ بالقانون مخصصة لوحات عمومية لنقل مادة الفيول والمنشآت النفطية. كيف يجوز لأي سلطة وزارة أو إدارة أنه تترخص أو تنمر لوحات خصوصية لشركات أو مؤسسات أو أفراد أنه تنقل مواد نفطية أو بترولية بهذا القطاع وهي مادة خطرة؟ طبعا هذا الموضوع انطرح مع معالي الوزير ولكن لا جواب، أنه أنا بدي أسأل بالاستشارات. ليش لما أخذتوا القرار سألتوا الاستشارات؟ التحركات اللي رح تعملوا. فلذلك أيضا موضوع الأوهنين ومشكلتها معنا، في قانون بيجيز بإدخال سيارات على الساحة أو الأراضي اللبنانية وجمركتها، وقانون السائل بمادة من مواده بيمنع تسجيلها لهذه السيارات. لمين بدنا نحتكي؟ يعني هذا المواطن أو السائق اللي جاب سيارة ودفع مصاري وصارت على الأرض اللبنانية وجمركوا له إياها، وصل على النافع وقالوا له ممنوع تتسجل لأنه في مادة بالقانون بتستمنع تسجيلها. هذا موضوع بده إعادة نظر، بده إعادة نظر بقانون السائل ببعض مواده، بده إعادة نظر بكل الأمور التي تتعلق بقطاع النقل، الباصات والمينيباص والسيارات والبنات والصواريخ والشاحنات وكل هذا القطاع. لذلك هذا التحرك نحن مستمرين فيه، ولكن أولى هذا التحرك وبعنوان وعلى رأس القائمة بهذا التحرك موضوع المعاينة الميكانيكية التي نحن مصرون على إعادتها إلى كنف الدولة إدارة وجباية. وهذا الموضوع عند الدولة اللبنانية، مش أنا يؤسفنا أنه نقول أنه أن أباد عم تدافع عن القانون واللازم يطبقوا قانون عم يخالفوا القانون. لذلك أعلن باسم الزملاء من أمام مقر وزارة الداخلية، وحيث أنه مراكز المعاينة الميكانيكية اعتبارا من هذا التاريخ، ولما وقف التنفيذ مجلس الشورى الدولي، ولما ديوان المحاسبة أخذ قرار بتوقيف أو تجميد العمل بالصفقة، يعني معناتها مراكز المعاينة الميكانيكية كل ما تقوم به حاليا هو خلافا للقانون، وبالتالي بالوقت الضايع، حماية للناس ومصالح الناس وأموال الناس والسائقين، وحماية للقانون. أنا بدي أعلن باسم الزملاء جميعا اعتبارا من هذا التنين، مش القادم، ما بعد القادم. قديش بكون؟ 17 يا عباس. لا شو بك؟
ما بعد 17 اعتبارا من 17 مراكز المعاينة الميكانيكية مقفلة نهائيا حتى إشعار آخر وتسوية أوضاعها في مقام مجلس وزراء ومجلس نواب. يعطيكم ألف عافية. عظم العافية. يعطيكم العافية يا أخوان. كمان باسم الزملاء باسم زميلنا أبو علي والعميد شفيق أدعو قطاع النقل إلى اجتماع أيضا استثنائي نهار الاثنين القادم الساعة 11 صباحا في مقر الاتحاد العمال العام لتحديد آليات التنفيذ تبع إقفال هذه المراكز وتحديد آليات تنفيذ خطوات مستقبلية أخرى. يعطيكم العافية. شكرا. طيب يلا بس بدي منك معلومات. أنت بدك تدفع لي. ما في ولا سؤال. بيير شيل اللايف. فإذا كنا يعني طبعا مع وقائع التحرك يبدو هذا التحرك لن يتوقف. تنشوف بعدين الخطوات اللاحقة. بدنا نروح على السراي الحكومي عند زميلنا بسام أبو زيد تنشوف كيف أجواء انعقاد هذه الجلسة اليوم ومع وصول الوزير الياس بوصعب بسام إلى السراي الحكومي. تفضل بسام. نعم يعني بعدما اكتمل نصاب هذه الجلسة والتقط المصورون صور انعقاد جلسة مجلس الوزراء وصل وزير التربية الياس أبو صعب وهو الذي يمثل التيار الوطني الحر وأعلن أيضا أن الوزير أرتور نظريان الذي يمثل حزب التشنق المتحالف مع التيار الوطني الحر سيشارك أيضا في هذه الجلسة وكان سبقه أيضا وزير تيار المردة روني عريجي ووزيرا حزب الله حسين الحاج حسن ومحمد فنيش. الوزير أبو صعب أشار إلى أن هناك أجواء إيجابية وهذه الأجواء الإيجابية جعلت يعني مشاركة التيار الوطني الحر هي نصف مشاركة ووصف هذه الجلسة بأنها جلسة تجريبية ولذلك يعني لم يشارك الوزير جبران باسيل وقال بأن هناك كما ذكرت أجواء إيجابية في البلد وهي التي حتمت علينا المشاركة وسنرى كيف ستسير جلسة مجلس الوزراء. وعندما سئل عن مسألة التعيينات ولا سيما تعيين رئيس الجامعة اللبنانية قال سنرى ماذا سيجري داخل جلسة مجلس الوزراء ونقرر عندها ماذا سنفعل. الوزراء يعني الذين كانوا تضامنوا مع التيار الوطني الحر في الجلسات السابقة ولم يشاركوا ولم يحضروا كان هناك بداية يعني الوزير روني عريجي الذي قال أنا قلت بأنني سأقاطع جلسة واحدة فقط ولكنني الآن سأشارك لأن هموم الناس لم تعد تتحمل. أيضا حزب الله قال بأنه يعني نريد المشاركة بسبب عدم ولا نريد التعطيل. وإضافة إلى ذلك أود الإشارة إلى يعني أن باقي الوزراء قالوا بأن الأمور يعني سيجري بحثها داخل مجلس الوزراء هناك العديد من الأمور المطروحة ويعني أيضا سيناقشون الكثير من المواضيع وسيرون ما إذا كان هناك إمكانية لإجراء تعيينات أو عدم إجراء تعيينات. أود الإشارة إلى أننا سنستمع الآن إلى بعض ما قاله الوزير أبو صعب لدى وصوله إلى جلسة مجلس الوزراء. المسار اللي ماشي خارج مجلس الوزراء بالنسبة لنا بعده ماشي وإلا كل الوقت اللي بيكون عم يتعاطى معنا بإيجابية نحن إيجابيين أكثر. بنفس الوقت هي جلسة اختبار اليوم اختبار للنوايا وعلى طريقة وكيفية التعامل معنا بالجلسات القادمة إذا دولة الرئيس. نعم هيدا واحد من المؤشرات اليوم او اختبار للنوايا مثل ما قال الوزير الصعب. انا قلت لك في 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 اجواء ايجابيه ومؤشرات ايجابيه وهذا يجب ان تثمن ويجب ان تقدر ولا يمكن اداره الظهر الى وتجاوزها. اذا كنا نحن عم نقول انه انتخاب الرئيس الذي يمثل المكون تمثيلا واسعا استكمالا أسوة بالطائفة السنية الكريمة وأسوة بالطائفة الشيعية الكريمة هو الطريق لوضع البلد على سكة الخلاص وحسينا أنه في اتجاه إيجابي بهذا التوجه أشر علي عبر منطق إعادة النظر بالخيارات الذي أقدم عليه دولة الرئيس الحريري. طيب لا يجوز إدارة الظهر للمؤشرات الإيجابية. أنا مع أي تصرف إيجابي لحتى بعدين إذا لم يتم هذا التصرف الإيجابي فأنت يعني على نفسها تكون قد جنت براقش
وبالتالي أي موقف بدك تخديه بيكون ضميرك ضميرك مرتاح، بيكون رؤيتك صحيحة، بتكون خياراتك وحسمك لهذه الخيارات أبي روح بالطريق السليم. أليس كذلك؟ هل اليوم بيكون تلقف هذه المؤشرات باستبطال؟ واحد متأمل بحب وحدة أو بزواجها، طيب أشرت له تأشيرات. هلأ في فرق بين أن الواحد متأمل بحب وحدة أو بزواجها؟ في فرق؟ لا أنا بفكر إلا بالحب. إنه اللي بيتجوزها مش ضروري يكون متأمل بحبها. اتفضل دولة الرئيسة. لا الفكرة أنا كنت عم بسأل حضرتك إنه هل تلقف المؤشرات الإيجابية من قبل عماد عون بدءا من مقابلته على الأو تي في لليوم، هيدا الاختبار اللي عم بيحكي عنه الوزير ليصبه صعب، لا الوعد اللي قطعه لا الرئيس الحريري بما يتعلق ب 13/20 اليوم سيكون الجواب عليه، اليوم الرئيس الحريري صار ببيروت في اجتماع للكتلة المستقبل وبغيابه من عقد اجتماع. أنا رأيي طالما ضمير الرئيس الحريري كما يتبين مثل ما عم بستنتج بكلامه بحراكه بطريقة تصرفه، ضميره مرتاح، توجهه رايح وهو الأحرص على خدمة طيفته وعلى خدمة مكونه وعلى خدمة ما يمثل، هو الأحرص، يعني مع احترامي للمزايدات والكلام من هنا ولهناك، أنا بعتقد كل ما كانت أبكر كل ما كانت أفضل، لحتى لأنه قضية تعيين 30 الشهر أو 31 الشهر نعم. هذا حق حصري أعطي لدولة رئيس مجلس النواب، سأتى في إمكانية تقريب الموعد. رئيس بري طبعا في إمكانية تقريب الموعد والانتهاء ووضع البلد على سكة الخلاص. دولة الرئيس في كتير ناس هيك عم تبعت لنا غزل وقلوب ورود مبسوطين بالحلقة، كتر خير الله، العالم إيجابي. عم تحضرنا وطبيعي تحضر الـ LBCI على كل حال. رح ناخد بريك لأنه في كتير أسئلة تحضرك. الله يخليه ويحضروك إلك، في كتير أسئلة واجباتنا بكل حلقة نطرحها على شرف. الضيف، ولكن بدنا ناخد تاني بريك وأخير بحلقتنا ومنتابع هيدا الحوار المهم جدا بأجواء حلوة جدا. بريك ومنتابع. منتابع حالتنا مع دولة الرئيس إليل فرزلي بالوقت المتبقي لنا بالمحور الأخير. دولة الرئيس، يعني أنا بدي أطرح أسئلة يمكن قد تكون الإجابة تكرار، ولكن واجباتي أنقل هذه الأسئلة. في حدا عم بيسأل حضرتك طب ليش، يعني طالبين منك جواب بصراحة، أنه ليش وقت بنوصل لانتخاب رئيس الجمهورية هو لأنه مسيحي لا يؤخذ برأي أكثرية المسيحيين تمثيلا، ونلاحظ دائما أنه الفريق الآخر بالبلد وأنه كأنه هن بدهم يعينوا رئيس الجمهورية، وهذا اللي عم تشوفه هلأ، أنه ساعة الرئيس الحريري بده الجنرال، ساعة ما بده، ساعة الرئيس بري بده الجنرال، وساعة لا عنده شروط، وكمان هيدا الأمر ينسحب على النائب وليد جنبلاط بغير بمواقفه. يعني عم جرب اختصر هيدا السؤال. هذا الذي عشناه في فترة طويلة من الزمن، اليوم في محاولة تقويم هذا المنطق وهذا الاعوجاج في المنطق، لذلك أمن أقول أن الخطوة اللي أخذها الرئيس الحريري وانضمت له خطوات سابقة لدى آخرين هي خطوة في غاية المصلحة الوطنية وغاية المصلحة للمكون الذي يمثل وتقوم الاعوجاج بالمسار. عايد هيك قلنا هذا الكلام انطلاقا من تطبيق والالتزام بالطائف، يعني بحذافيره روحية الالتزام بالطائف. في حدا عم بيسأل كمان انه الطائف كرس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين بس انتهى الى تهميش المسيحيين بلبنان لدرجة انه خلق ثورة مضادة، هل بتشوف حضرتك عم بيسألك مخرج من هذا النفق؟ وبعتقد هو ذاته الجواب يلي ذكرته، وشو هو حل موضوع زمرة اللصوص اللي مسلطين على رقاب المواطنين؟ هذا السؤال الحل بأمانة. المباشر اللي أنا بقول له إياه نتيجة خبرة متواضعة جدا. نعم. الحل المباشر قانون انتخاب مبني على النسبية يؤدي إلى إنتاج مجلس نواب وخريطة برلمانية فيها تمثل كل شرائح المجتمع اللبناني وفيها معارضة وموالاة لحتى يصير في منطق محاسبة ومساءلة. وقت بأم المؤسسات الرقابية اللي هو مجلس النواب تتعطل مسألة المراقبة اللي تحت من مؤسسات من مجلس خدمي من مجلس تأديبي من ديوان محاسبة من مختلف المؤسسات
مبعود إلى قيمة وجود. لذلك يجب إنتاج مجلس نواب نعيد فيه إنتاج منطق المعارضة ما حدا ينتظر إنه الفساد بنلغى بلبنان، لأنه ما لغى بكل بلدان العالم. ما في معنى وقت خبرك شو صار معي بأمريكا بمجلس الشيوخ بالنسبة لهالنقطة بهاي بالتحديد. إن شاء الله بحلقة تاني. لذلك لنا مصلحة بقانون انتخاب، وخصوصا بالنسبة للمكونات الطائفية، يمنع بأن تقوم الأكثريات الطائفية بصرف النظر تلغي الأقليات، تلغي الأقليات وأن تفرض على الأقليات نوابة وتنتج نوابة. وهذا ما ورد في مذكرة بكرك الوطنية أيضا. وهذا الذي كان الأسباب الموجبة لما أسمي بالقانون الأرثوذكسي. نحن عم نقول لهم ما بدهم قانون أرثوذكسي من الزاوية التقنية، بلى روحوا إلى قانون يأخذ بعين الاعتبار الأسباب الموجبة ويحل هذه المسألة الميثاقية الأساسية التي تبرر التعايش وتحافظ عليه، لأن لبنان بلا صيغة التعايش تلك بين مختلف مكوناته ما في شيء اسمه لبنان، ولا تعايش دون أن تشعر كل شريحة أنها بالواقع شريحة محترمة وأنه الدستور بس بيحميها. طالما عم نحكي يعني عن الفئات أو مكونات الشعب اللبناني أو التركيبة اللبنانية، عم حدا عم بيسأل كيف آلية التحالف بين الرئيس الحريري والعماد عون، وين دور المكون الشيعي؟ هل هو تحالف ائتلاف أو مشروع حكم؟ أنا أستطيع أن أقول كلمة، وهذا اللي نبهت عنه بالأول. نعم. وحاول بعض الإعلام يلعب على دور علاقة سنية. صح. عندما وقع العماد عون وثيقة التفاهم مع حزب الله، قام نفس هذا الكلام وبث في المكون السني أنه هذا التفاهم قام على أنقاض المكون السني. هذا أمر غير وارد إطلاقا، وبدليل أنه نحن عم نقول فليطبق الدستور. اثنين، عندما يبنى علاقة ثنائية مع الرئيس حريري هو أمر مدخل ضروري لاستكمال شبكة العلاقات بين بعض البعض. لا يعقل أن يقوم بلد عبر إلغاء طائفة لطائفة أو طائفتين لطائفة ثالثة. كل الاتفاقات الثنائية والثلاثية ستفشل، فقط سينجح الاتفاق الوطني العام تحت سقف الدستور والالتزام بمضمون الدستور، لا أكثر ولا أقل. بس شو اللي بيضمن؟ عم ينسأل على موضوع قانون الانتخاب، خاصة أنه التركيبة القائمة هي المتحكمة كيف بده يخلق هيدا القانون، ويلي ممكن يخليها ومبارح بكركة داعية المجتمع المدني للتحرك للأتيان بقانون ما بيضلوا يكرس الوضع القائم. أنا مع هذا الموقف بصورة قاطعة، وهون الرئيس العماد عون هو أيضا مع هذا الموقف أنه يجب أن يقول، وقد تم الاتفاق كشريحة بينه وبين الرئيس بري حول قانون انتخاب هذا الموضوع، والرئيس بري أهمية موقفه بصرف النظر عن السلة، السلة ما إلها علاقة برئيس الجمهورية بمسألة قانون الانتخاب. بس السلة عم تكون شرط أساسي ممر إلزامي لانتخاب الرئيس. لا ما, ما, ما هي ليست كذلك، هو قال تسهل عمل العهد القادم، ما قال شرط إلزامي. هون النقطة يعني خلينا يعني ما قال انه شرط الزامي او تراجع من بعد ما بكركي علت الصوت وقالت انه نحن ما بنقبل بسله وشروط مسبقه على الرئيس وما بنقبل برئيس صوري. واكبر دليل على ذلك عندما صدر بيان المطارني هلل الرئيس بري، بس في البعض قرأوا فيها قدم الكعك العباسي مثل ما قالت جريده السفير اليوم على اساس ترحيبا ببيان بكركي. خليني اقول لك، انا ما شغلتي دافع لا عن فلان وعن فلان، أنا الأب وبدي سهل الأمر، بدي أنن المنطق الذي يؤدي إلى إنتاج إعادة إنتاج منطق الدولة. أنا اللي بقوله أنه الرئيس بري عطى السبب الموجب، أنا ضد تقييد رئيس الجمهورية بأي شرط. الطريق الوحيد لرئيس الجمهورية بتقييده هو مضمون الدستور ونص الدستور، ما في شيء بأيد رئيس الجمهورية إلا الدستور اللبناني فقط، لغير ابدا. فليعلم القاسي، هلا القوى السياسيه بتروح بتتفق على امور بتقدر تسوقها ضمن منطق المؤسسات وبتنتجها، فليكن. هذا الموضوع امر اصبح سيكون محسوما في طريقه التعاطي في الجمهوريه القادمه، خصوصا على قاعده سقوط منطق الترويكا. انا برايي الاعلام بدل ما يقعد يروح باتجاه التصويب على فلان وفلان،
خلي يروح باتجاه اسقاط منطق الترويكا اذا بدهم بلد. اذا عم نحكي عن قانون انتخاب، اي قانون انتخاب يا دوله الرئيس رح يجمع رح جيبك الارثوذكس المختلط قوات والتيار لهلا ما وصلوا لفكره وحده، وهيدي عم بتضلها ثغره ما يطرح من قوانين جديده اخرى قانون الرابطه المارونيه. انا اؤكد انه في قواسم كثيره بالنسبه لقانون الانتخاب مع القوات اللبنانيه بين التيار، انما خليني جاوبك شو بدي انا. تفضل. انا وجهه نظري وهون بقولها لكل اعضاء لكل ابناء الشعب اللبناني لازم يعرف. ندى مني معروف اسمعيني يعني. اعطيني كليتك بهالكلام. ما عم لحق اسئله من المشاهدين. تفضل. المطلب الاول في هذه المرحله هو اسقاط الستين وطرده من حياتنا، لانه هو رمز استتباع المكون المسيحي في لبنان، هو رمز استيلاد نوابه بكنف الطوائف الأخرى، هو الرمز الذي أنتج مجلس أسقط منطق المساءلة والمحاسبة. فإذن هذا الهدف الأول. خلينا ننطق. فإذن أي قانون يسقط الستين فلنتبناه. نعم. يجب على أي قانون أن يأتي أن ندخل ثقافة النسبية في حياتنا السياسية. وقت يتأمنوا هالمركزين يمكن يجي قانون مسخ، يمكن يجي قانون في عورات كتيرة، ولكن وقت نبلش نفوت بلعبة النسبية منبلش نقدر نجدد القوانين الانتخابية بظروف أفضل وأسهل. وبالتالي اوعى تغرقوا حالكم، وهلأ في محاولات لإغراق الساحة بكم من القوانين لبالآخر يقولوا له شو ما اتفقناش ما بقيش غير قانون. وطالب كل الأطراف المعنية اللبنانية أن تخفف من التنظير في قوانين الانتخاب. أول شخص أطلق فكرة قانون الانتخاب هو أنا عبر اللقاء الأرثوذكسي، وضربته كان هو الباب الذي أشعل هذه المسيرة. ولكن أنا بقول لهم من أجل تحقيق الهدف تكتيكيا، إياكم أن تغرقوا تعملوا دمبينج للساحة بكم من القوانين الانتخابية. اذهبوا باتجاه رفع شعارين، شعار اسقاط الستين والنسبية وادخال النسبية. واي قانون يجي انا معه. لم تعد تزرق الطبقة السياسية يلي بتخوفها النسبية لابقاء قانون يمنع انتاج معارضة ومولاة في مجلس النواب ويمنع منطق المساءلة والمحاسبة. لحتى ارجع لك عودا على بدء، يمنع انتاج منطق المساءلة والمحاسبة وتستمر عملية الفساد دون رقيب أو حسيب. أي قانون أقرب للنسبية يعني يفتح الباب لقوى أخرى تتمثل ويصير في دم جديد؟ هلا في مطروح الاتفاق اللي تم بين التيار الوطني الحر والرئيس بري، مش اتفاق، في قانونين كأنه في دمج أو في اتفاق على واحد يعني. صح. قبلوا بقانون الرئيس بري اللي هو قانون مختلط 64 نسبة 64 وانتبه قانون الرئيس بري بالمعايير اللي حطتها معايير واحدة. هي معايير واحدة كلها وتأمن المناصفة. نعم. تؤمن أولا المناصفة الفعلية أنا شخصيا أولاً. لا انتبه مش الشكلية، مسألة المناصفة الفعلية طبعا ترفع كمية عدد النواب المسيحيين من 32 بتصفي بحوالي 56 57 ليه 57 واصلين باصوات شارعهم هيك تيفهموا إرادة المسيحيين والمسلمين بإرادة المسلمين. نعم. والقانون الثاني اللي تفضل فيه تحدث عنه العماد عون تحدث اللي هو مسألة التأهيل والنسبية على مستوى المحافظة أيضا بيساهم وبيحسن. أنا رأيي الشخصي بالنسبة إلي رح غمض عيني على أي قانون. نعم. المهم انتاج نسبي ولكن الهدف المركزي طرد الستين. عدوكم أيها اللبنانيون، مش بس عدو المسيحيين، عدو كل اللبنانيين الأول. عدو اللبنانيين لأنه بيمنع انتاج طبقة تأمن المعارضة لتحاسب. صح. بس بدك هيدي، بس بدك طبقة تؤمن المعارضة من كل الطوائف، مش يجي أي قانون يدخل النسبية وتضل النسبية تدور بذات الفلع. مش معقولة. صح.
ما هي النسبية بس نوضح يعني للمشاهدين النسبية بتفسح المجال بكل الطوائف تنتج معارضة موالية. دولة الرئيس نحن خلص وقتنا بس سؤال أخير وجواب إذا بتعمل معروف شايف شو عاطل يا ريت بعد حلقتنا ساعة ونص زيادة نلتقى كتير ما تعتلها. دولة الرئيس بس سؤال أخير له علاقة بحزب الله، لماذا حزب الله لا يقول كلمته فعلا ولا يتحرك وليس قولا يؤخذ حتى اليوم وحتى اللحظة مع كل المتغيرات على حزب الله اللي عم تتفرج تحديدا على حلفائك الوزير الفرنجي والرئيس السري؟ جواب سريع، عندما يأخذ الرئيس الحريري الموقف المعلن دعي بطرح هذه السؤال تتحرك قضوية الحزب، يمكن معك وقت تطرح هذا السؤال يمكن ما يعود معك فضل. وقت تطرحي هذا السؤال سؤال دغري يعني ليش حزب الله او ليش الرئيس بري او ليش الوزير وليد بيت تتغير كل الامور الجو كله بيتغير، المهم انه يترجم الاشارات التي اعطاها الرئيس الحريري وهي اشارات مشكوره مثمنه مباركه متلقف بها تلقفا ايجابيا ان تتحول الى موقف علني وكتلته عند تطرح هذا السؤال، ما في داعي تسأليني رح تسمعي الجواب لحالك. إن شاء الله خير على كل حال، ما حدا بيكون زعلان أنه ينتهي الشغور وكل فئة تعتبر حالها فعلا أخذ حقوقها بهيدا البلد. شكرا لحضورك اليوم دولة الرئيس على هالحلقة الرائعة بعد كل اللي صار فيها حلقة كتير حلوة متنوعة وكل اللي طرحني وما لحقنا أسئلة وغزل، هيدي حلقة لأول مرة ما فيها شيء إلا غزل وإيجابية. خلاص لا خلي المشاهدين عم يتغزلوا فينا ومبسوطين بهيدا الحوار. شكرا دولة الرئيس، انتهت حلقتنا لليوم مشاهدينا. إذا الله راد أنا برجع بلاقيكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.